جاني في واحد الوقت اللي المرأة ديالي مريضة وما عندي حتى باش ندخل عليهم حتى طرف ديال الخبز وهذا وولادي فيهم الجوع وهذا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم من جديد في فيديو جديد. باختصار قصة صغيرة وجميلة وفيها عبرة، العنوان ديالها مني كتعطي كتكون أكثر فرحا وسرور مما كتاخد. أنا كنديرها دارجة. المهم، عندما تعطي تكون أكثر فرحا وسرورا من أن تأخذ. القصة ديالنا ديال واحد التلميذ مع الشيخ ديالو كيعلمو الدين. المهم واحد الخطرة كان غادي هو وياه شادين الطريق شي حقول وداكشي، داز قدام واحد الفيرما كيشوف واحد الصباط حدا واحد الفيرما، من تشوفو ديال داك الصباط عرفو بأن يكون هادي شي عامل فقير بسيط مسكين خدام داك الفيرما محطوط. التلميذ جاتو واحد الفكرة، قال للشيخ ديالو أجي نديرو واحد المقلب من هاد مول هاد الصباط. قالو لفقي كيفاش؟ قال لي نخبيو ليه الصباط ديالو من يخرج ونتخباو ونتفرجو فيه نشوفو من يخرج شنو غادي يدير، غادي يحماق ويقلب على الصباط ديالو داكشي نتسلاو بهذا المنظر. الشيخ شاف التلميذ ديالو قال له انا عندي لك واحد الاقتراح افضل واحسن من هذا اللي اقترحتي انت. التلميذ قال له شنو هو؟ قال له الشيخ ديالو قال له بما ان انت ميسور وعندك الفلوس وهذا لا باس عليك، التلميذ من اسره غنيه وهذا. قال لي علاش ما دير واحد الحل اخر، تشد واحد شويه من الفلوس اللي عندك وحطهم ليه وسط الصباط وحنا نتخباو ونتفرجو نشوفو ردة الفعل ديال داك الفقير اش غادي يدير. فعلا التلميذ عجبته الفكره، قال لي عندك الصح هادي فكره زوينه. فعلا جبد شي فلوس حطهم وسط الصباط وتخباو مور شي شجر وكيراقبو المنظر. واحد شويه وخرج داك الفلاح البسيط الفقير مسكين، يعني باينه من الحوايج ديالو عندو الحوايج مقطعين وهذا وواحد الحاله مكرفص وعيان مدقدق. خرج بداك الصباط ديال الخدمه البوط ديالو باش يخدم وداكشي. المهم سلام مشى يلبس الصباط ديالو، لقيت اللي مشى يلبس الصباط ديالو كيلقى فيه الفلوس بحال ما مصدقش، كيأكد بأنه كيشد داكشي كيتأكد، كيطلع على اليمين ما كاين حتى شي واحد شاد داك الفلوس، فرح يعني كتعرفو واحد السعاده واحد الفرح. هما الشيخ والتلميذ كيراقبوا المنظر من البعيد كيشوفوا. داك الفقير مسكين ملي شاف جلس على الركبة ديالو وسجد وبقى كيبكي وفرحان وكيهز يدو للسما وكيدعي ليا ربي كنحمدك ونشكرك على هذا الرزق اللي جبتي ليا، ما تكرفصت عليه ما كذا. المهم واحد الرزق جا جاني في واحد الوقت اللي المرأة ديالي مريضة وما عندي حتى باش ندخل عليهم حتى طرف ديال الخبز وهذا وولادي فيهم الجوع وهذا وكيعبر هو كيبكي وكيعبر وفرحان لأن كي داك الرزق اللي جابو ليه الله بداك الطريق. كما قلنا التلميذ والشيخ ديالو كيشوف وبقى كيدعيو فرحان. المهم ديك الساعة الشيخ شاف التلميذ قال له واش بان لك شكون اللي حسن المقلب اللي كنت دير ولا هذا الثاني؟ حتى الاخر تأثر داك التلميذ وبقى الدمعة خرجت من عينيه وقال له فعلا هذا المنظر هذا احسن افضل من داكشي اللي كنت باغي ندير، وفرح وفرح بزاف. وعاد قال له دابا عاد فهمت داك المعنى ديال فاش كتعطي غتكون سعيد وفرحان اكثر ما كتاخد. نتمنى حتى حنا نكونو كنعطيو اكثر ما كناخدو، واخا راه كياخدو لنا اكثر من داكشي اللي كيعطينا. تبارك الله عليكم، قضية راه باينة. السلام عليكم.